تعالوا بقى نشوف كده الزيتون. طيب خلينا بقى في اللي احنا عاملينه ده في جنب. الزيتون، ادي الزيتون اللي في السوق. طبعا ده من انواع الزيتون الحلوه، احنا جايبينه من مكان محترم، وبنبعت تحيه للناس البائعين للخضروات والزيتون، الناس المحترمه اللي ما بتجيبش اي حاجه. فخليني برضو ابعت له تحيه، عم ناجح في عابدين. اللي عايز يسالني يقول لي وانا اقول لكم على الصفحه جبته منين. بصوا الزيتون جميل ازاي، انا بنقعه في ميه، لازم الزيتون يتغسل، وخلوا بالكم منه ما يتخدش. يعني ايه؟ واحنا بنغسله ما نخدشوش، يعني ما نخليش الطبقه اللي بره تبقى مجروحه. خلاص الزيتون الاسود سهل وبسيط جدا. هاتي حضراتكم المقادير، الملح المظبوط اللي انا شايفه انها مرضيه لكل الاذواق. اللي عايز يزود او بيحب الحاجه مالحه قوي ده موضوع تاني، هيزود عن المعيار ده، بس المعيار ده مظبوط. طب اعرف منين انه مظبوط؟ حضراتكم بتجيبوا من السوبر ماركت، ليه طعم معين الزيتون. الزيتون في السوبر ماركت مملح زياده، انتوا هتاخدوا الطعم اقل منه حاجه بسيطه. يعني المعيار بتاع الملح اللي احنا هنقوله دلوقتي هيطلع مظبوط، لان انا دوقت اصدقائنا دلوقتي في القناه قبل ما ادخل، قلت لهم دوقوا الزيتون البيتي اللي معمول ودوقوا اللي احنا جايبينه من بره جاهز. قالوا لي اللي جاي ده حادق قوي اللي بيبقى بره، لكن اللي حضرتك عاملاه ده يعني ملحه مظبوط. فدي اللي هنقول على مقادير 5 كيلو. لو عايزين تجيبوا 5 كيلو زيتون، 5 كيلو بياخدوا 400 جرام ملح، يعني ال 2 كيلو ونص. احنا عاملين مقادير على 2 كيلو ونص هننزلها دلوقتي. 2 كيلو ونص بياخدوا 200 جرام على الميزان، اوزنوه بكيس الملح، عشان اكياس الملح بتختلف. في اكياس ملح بتبقى 400 جرام، وفي 600 جرام، وفي 200 جرام، في على حسب يعني. فحضراتكم اوزنوا بالميزان، واوزنوا الزيتون بالميزان بعد ما تغسلوه ويعني ويتنشف ويتصفى، اوزنوا عشان تعملوا المعيار مظبوط. في طريقتين للتخليل، طريقه اولى وهي طريقه ان احنا بنحطه ومعاه كميه الملح بس، وما بحطلوش لا ميه ولا اي حاجه. الطريقه دي بتخلي الزيتون ده يبقى اسرع شويه في الوقت، ما ياخدش وقت طويل قوي. هي ان هو بعد اسبوع او 10 ايام بالكتير بتلاقوا الزيتون نزل ميه، الملح ده نزل مع الزيتون والتفاعل وراح منزل ميه. الميه دي لازم كلها نتخلص منها، ان هي اللي خدت المرار بتاع الزيتون وخدت كل حاجه مش مظبوطه. فبروح شطفاه وابدا اعمل له محلول جديد، بدوقه الاول اشوف الزيتونه لو لسه ناقصها نسبه ملح بزود لها، مش ناقصها خلاص يبقى انا هحط عليها ميه وشويه من الخل. حوالي بقى يعني لو على الخمسه كيلو هنحط مثلا كوبايه خل على البرطمان الكبير. طيب هعمل بقى طريقه تانية، ودي الحقيقه انا جربتها بالنسبه لي مختلفه عن الاولانيه، عشان لما تبحثوا في الفيديوهات على اليوتيوب تلاقوا في طريقتين مختلفتين، الطريقه اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي والطريقه اللي انا هعملها بالطريقه التانية. اللي هي هناخد بقى الزيتون، طبعا البرطمان لازم يكون جاف ونظيف ويكون يعني معقم. وبعدين هاخد كده الجلافزات، وناخد دينا. صباح الفل، ازي حضرتك يا اهلا صباح. اهلا حبيبتي، صباح الفل عليك يا روح قلبي. بنشوفك بنبقى زي الفل كويسين وفرحانين. يا رب يسعد قلبك حبيبتي، يا رب يسعدك دايما وتسلم ايديكي. وانا بس عايزه اتكلم على الشياكه شويه، بس التألق يعني كل يوم كده كتير. حبيبتي ربنا يسعد قلبك، كلك ذوق والله يا حبيبتي يا دينا. حبيبتي ربنا يخليكي. انا بس اسالك على البطاطا اللي بالبشاميل، يعني لو بس تقولي لي طريقتها زي الطبيعي اللي بنعمله في المكرونه وكده، ولا بيبقى ليها طريقه ثانيه؟ بس البشاميل بيبقى مسكر بيبقى حلو. اوكي هقول لك التركات دلوقتي حالا. يا ريت ربنا يخليكي. عينيا روح قلبي، تسلمي ايديك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، شرفتيني ونورتيني. بصي لي القمريه بتاعتي. أنا يا تسلم عينيك يا روح قلبي. بصي بقى البطاطا بالبشاميل، انا بصراحه البطاطا بحب اعملها كالاتي، بقشرها بالمقشره زي بتاعه البطاطس، وبعدين بروح ايه مقطعاها مكعبات كبيره بحطها في حله. بحب احط مع البطاطا دي معلقتين او مكعبين ثلاثه زبده زي ما بعمل القرع العسلي كده، ومثلا معلقتين ثلاثه سكر، وبهدي النار خالص. لو عايزه تضيفي ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه مفيش مشكله، وهدي النار كانك بتعملي رز هادي خالص. وبعدين هي بتنزل ميتها وبتبدا يعني تستوي وتبقي تعرفي تعمليها بيوري. شويه الميه اللي هيتبقوا لك دول يا زينة انت مش هترميهم، انت هتصفيها وهتاخدي شويه الميه دول هنبدا ناخدهم نعمل بيهم شويه بشاميل. طب ناخد مدام سوريا من استراليا حبيبه قلبي. حبيبتي حضرتك اكتر حبيبتي مدام سوريا.
انا بحاول اطلبك كذا مره مش عارفه اوصلك. يا روح الحمد لله، ده من حسن حظي. تسلمي يا روح قلبي، تسلميلي. تسلم ايديكي على الحاجات الجميله اللي بتعلميها لنا يا حبيبتي، كل يوم بتورينا حاجات جميله. الله يسعدك يا روحي، تسلميلي يا بنتي، تسلميلي. قولي لنا الجو عندك برد ولا ايه مدام سرايا؟ لا احنا هنحتاج الصيف. والله ما شاء الله ما شاء الله، على خير ان شاء الله، على خير على خير يا روح قلبي. يا حبيبتي على خير يا رب. طبعا فرق التوقيت كبير قوي يا حبيبه قلبي. احنا سهرناكي النهارده بقى، سهرناكي كده. لا ولا اهم حاجه ان انا اشوفك واطمن عليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا رب، ما نتحرمش منك ولا من سماع صوتك. يخليكي تسلمينا. وانا ما بتحاولش اكلمك عشان اقول لك كلام الاولاد يا حبيبتي. يا روح قلبي الله يسلم عمرك. ووالدتي قال لي حاجه واثقه فيهم. امين يا روح قلبي، امين، ولا في حضرتك ولا في السامعين يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا روحي، تسلميلي. تسلميك يا ست الكل. حبيبتي تسلميلي. مبسوطه قوي قوي اني كلمتك يا حبيبتي. انا اسعد، انا اسعد حبيبتي. امين كل اللي بتاع. حبيبتي يوصل بيسلموا على حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. تسلمي مدام سوريا، شرفتيني ونورتيني. طبعا البرطمان ده مش هياخد الكميه اللي انا حاطه عليها الملح، بس عشان انا عامله زيه في البيت فانا عارفه ان ده هياخد مني 100 جرام عشان بس ايه نبقى واضحين، حطيتش غير الملح بس. بصوا بقى هاخد كده بس ايه ممكن من الاسترتش، او لو في اكياس ثلاجه نحط كيس ثلاجه هقفله كده وده هسيبه. انا بصراحه ده مش هياخد الوقت اللي على الخمسة كيلو، في ناس بتسيبه شهرين اقل حاجه، انا هسيبه شهر ونص. ده البرطمان الصغير ده هسيبه شهر واحد يعني 4 اسابيع، وممكن قبل على حسب نوع الزيتون برضو، لكن هياخد له شهر. بصوا بقى انا هقفل كده، وبعدين قبل ما اعمل كده بصوا لازم اعمل ايه، لازم بقى ادوب الملح ده، يعني ايه افضل اعمله كده لحد ما ادوب الملح ده خلاص، اما ما الاقيش خالص اثر للملح. تمام، الملح الخشن مفيش منه مشكله، بس هيحتاج ان احنا نعمل، لا الخل ما بيتحطش في المرحله الاولى يا ندى، الخل ده في المرحله الثانيه، مفيش خل في المرحله الاولى خالص، المرحله الاولى ملح بس، سواء ملح عجاف وزي ما انا حطيته كده. فانا ليه بعمل الملح الاول، بحط كميه الملح بتاعتي، لان انا لو دوبت الملح في ميه ممكن قوي البرطمان ما ياخدش كل نسبه الميه بالملح، فانا هبقى كاني بالظبط هدرت نسبه من الملح بتاعتي انا كنت محتاجاها في الخليط ده او في الكميه بتاعتي. فبحط الملح الاول وبعدين اصب ميه، الميه تكون معقمه يعني تكون غليت وبردت لوحدها من الكاتل عشان تبقى ميه يعني متعقمه وصح. خلاص بصوا ما بقاش لي اثر للايه للملح، ازاي شايفين الملح ده بكله. مع الوقت اللون الغامق بتاع الزيتون ده هتلاقوه بدأ يفتح، بصوا بقى يفتح 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 لما لونه هيبقى زي اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. بصوا هيبقى ازاي بعد بقى ما بيفتح وبيستوي، تعالوا كده اهو، ده بقى متضاف له الملح ومتضاف له الخل ومتضاف له زيت زيتون، شايفين اللون اهو. تمام، يبقى احنا اول ما بنعمل المرحلة دي وبندوب فيها الملح انا بسيب الخمسة كيلو دول لو انا عاملة البرطمان كبير شهرين، بعد الشهرين باخد المية دي اصفيها اشطف الزيتون احط فيه مية جديدة متعقمة وبعدين اضيف عليه كوباية خل وشوية من زيت الزيتون وتقفلوه، بعد اسبوع تاكلوه بالهنا والشفاء عادي جدا ما فيهوش اي حاجة. عايزين تعملوا الطريقة اللي هي على الجاف، ان الملح يتحط الاول وتقفلوه من غير اضافه ميه ويسرد هو الميه والمرار، ده بيبقى اسرع شويه في الوقت لو حابين. الطريقتين موجودين وادي الزيتون بتفضلوا سايبينه في الميه بتاعته كده، انا ما بشيلوش منها، بحطه في علبه في الثلاجه ودلوقتي هقدمه في طبق علشان يفضل ماده حفظ.